السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله مبسوطين. رجعت لكم بحلقة جديدة وفيديو جديد وأكلة طيبة كتير سهلة كتير وما بدها شيء ومتطلباتها قليلة مثل ما شايفين. هي كاتو بالتفاح، بدنا نحط فيها جوز. على بركة الله حنبدأ. بدكم كاستين طحين مثل ما شايفين، بدكم كاسة تفاح مقشر ومقسوم قطع صغيرة هيك، بدك تحطوا له عليه معلقتين حمض ليمون مشان ما يسود مشان يعطي طعمه كمان طيبه. بدكم بيضتين بدرجه حراره الغرفه، مو باردين يعني كتير، بطلعون قبل الوقت حتى مساوي تساوي الجاتو. بدكم بيكنج باودر معلقه صغيره، بدكم نص معلقه قرفه مطحونه، بدكم كاسه سكر، بدكم نص كاسه جوز مطحون يعني خشن طبعا، بدكم نص كاسه زيت مازولا فيجيتابل يعني، وبدكم شويه شوكولاته انا حطيت. فهدول بنخلطهم مع بعضهم. شو بنساوي اول شيء؟ بنساوي البيضات، بنحط لهم السكرات، بعدين بنضيف عليهم الزيت، بعدين المكونات الجافه والتفاح اخر شيء والجوز، بعدين بنحطهم بالفرن على 350 فرنهايت يعني 180 مئويه ل 45 دقيقه. هلا عم نفوي البيضات، هاي السكر حطيناه، بنحط الزيت، حطيت الطحينات، شوي شوي بحركهم وحطهم شوي شوي، مو حطهم كلهم في دفعة، بس يغلصوا بحط البيكنج باودر، نحط قرفة شوية، نحط التفاحات، هاي الجوزات نحطهم نخلطهم كمان. هذول تبع الجاتو بنضخهم عشان ما يلزق. هلا حطيناهم بالفرن، طلعت من الفرن بعد 65 دقيقة. كل فرن بيختلف عن فرن ها، فيعني انتم جربوه على 45 دقيقة بعدين شوفوه مثل ما حابين لكم. هذا الفحص، هذا بتشكوا هي الشوكة، شايفين الشوكة خشب، بتشكوها جوا طالعوها، إذا ما لزق منها شيء شايفين ما لزق شيء، فهذا استوى. إذا لساته عم بلزق منه، عم بلزق جواته عجينة، فخلوه خمس دقائق ثانية وجربوه، ردوا مرة ثانية وفحصوه مثل بهالفحص هذا، خمس دقائق حتى يزبط. هلا انا هذا 65 دقيقه اخذ معي، ليك ما لزق عليه شيء ولا احلى منه، ريحته كثير حلوه ريحه. فهلا هذا حخليه يبرد هيك بما هو بما فيه، حخليه يبرد شيء 10 دقائق، بعدين بقيمه بطبه على مشبكه، خليه يبرد شيء ربع ساعه قبل ما ندقره وناكله. هلا حطيته على مشبكه ولا احلى منه، ريحه بتاخذ العال، بشهي. ان شاء الله تجربوه بيتكم وتدعوا لي، لا تنسوا من الشير واللايك والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.